أتواصل إذن مشاهدين الأعزاء، آخر شوط بالنسبة للسن الإناث وسن الحول في هذه اللحظات، ولكن المسيطرة والأداء الأول تتواجد فيها ملولة. هملولة في مقدمة الشوط، وتعود الملكية لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان على القيادة لهذا الشوط. المركز الثاني وصلت برزمان لأحمد بن حسن بن غليطة، يتواجد في المركز الثاني في هذه اللحظة، بينما المركز الثالث فيه الظبي لمسري بن حمد المسري بالعرطي الحميري، يأتي في المركز الثالث، ورابعا من الجانب الآخر مشكورة تحتل المركز الرابع لمطر بن سعيد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس نشوف المركز الخامس هذه الشاهينية لصقر بن فلاج الاجتبي، هو من يتواجد في المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء. اذا هذه الخمس المراكز الاولى الان انطلقت وسارت بمسار التحدي ومسار الناموس والمنافسه، واكيد بلا شك الجميع يبغي فوز، يبغي ناموس ويبغي مقدمه، ولكن هنا من خلال هذه اللحظات اذا التواصل يستمر والاثاره مشاهدينا الاعزاء متواجده، وهناك الان المركز الاول حصل تغيير، الظبي في المركز الاول، مسري بن حمد بالعرطي الحميري هو من يتواجد في مقدمه الشوط، المركز الثاني برزمان تتواجد في المركز الثاني لأحمد بن حسن بن غليطة الغفلي، وهملولة في المركز الثالث لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، رابعا واصلة الشاهينية لصقر بن مانع بن فلاق الاجتبي هو من يتواجد في المركز الرابع، والمركز الخامس شعار بن منانة هنا يتقدم مع الظبي أحمد بن سعيد بن منانة السويدي في المركز الخامس. هذه الخمس كواكب نقول، وخمس من هذه الأسماء المتقدمة حصريا إلى مقدمة الشوط في منافسات جميلة ومنافسات رائعة ومنافسات قمة على الشوط، والقمة تبقى للقمة. الظبي لا زالت مسيطرة، الظبي لا زالت مسيطرة، واثنين كيلو متر متبقي على خط النهاية، اثنين كيلو متر المتبقي على خط النهاية، والظبي مسيطرة لمسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري، هي في المركز الأول إذا مشاهدينا الأعزاء حتى هذه اللحظات، ولكن أشوف المركز الثاني هناك يعني وصول من قبل برزمان، من قبل برزمان اللي زالت في المركز الثاني من بداية انطلاقته وحتى هذه اللحظات لأحمد بن حسن بن غليطة الغفلي، والمركز الثالث وصل بن منانة مع الظبي بن منانة أحمد بن سعيد بن منانة السويدي يصل في المركز الثالث، المركز الرابع مطر بن سعيد الرميثي واصله مشكورة، مطر بن سعيد الرميثي غيرت الآن، احتلت المركز الثاني، احتلت المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، والمركز الرابع 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 يتدخل هناك بن منانة كذلك في هذه اللحظات، ومع براقه سالم بن سعيد بن منانة السويدي خذ المركز الرابع، والمركز الخامس برزمان لأحمد بن حسن بن غليطة الغفلي هو من يتواجد في المركز الخامس. خمسة مراكز
خمسة مراكز والألف ومئتين، ألف ومئتين. ويا أخوان بدأ حان موعد الرقص، حان موعد التنافس، حان موعد التحدي والصدارة. لا زالت عند الظبي، لا زالت عند الظبي ومسيطر الظبي سيطرة واضحة. الله 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 يا الظبي في مقدمة الشوط. مسري بن حمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري على قمة الشوط، على قمة. وهذا العطاء وهذا التنافس الجميل الرائع. المركز الثاني هناك يا سلام، اللي تقدمت مشكورة مشكورة وتبغي الشكر، تبغي الشهرة، هذه مشكورة. لكن الله يا بن منان بدأ يغير، أحمد بن سعيد بن منان السويدي. الله يا الظبي، هذه الظبي أحمد بن سعيد بن منان السويدي والظبي في المركز الثاني. الظبي والظبي، الظبي والظبي، يلا شوط فيه ظبة، شوط فيه ظبة، يعني أشواط السرعة. والمركز الثالث هناك مشكورة مطر بن سعيد الرميثي، بينما براقة في المركز الرابع وسالم بن سعيد بن منانة السويدي. وين الله 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 الله، التنافس يعني قوي، التنافس شديد والصراع مرير على صدارة الشوط. والظبي مسيطرة، لكن أرى مشكورة، أرى مشكورة تبغي الشهرة، مشكورة هذه مشكورة. والظبي مسيطرة ومشكورة تحاول تنتزع المركز الأول، تتقدم تأخذ المركز الأول في هذه اللحظة. الله تغتصب صدارة الشوط اغتصاب على المركز الأول. يا سلام أهالي سمحة يغتصبون الناموس، يغتصبون الناموس هنا من ميدان المرموم. وهذه مشكورة، هذه مشكورة، تقدم الأداء المميز، الأداء الجميل. تهانينا والناموس لمطر بن سعيد الرميثي على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع. هذه لحظات وصول إلى خط النهاية. المركز الثاني سالم بن سعيد بن منان السويدي، المركز الثالث الظبي المسري بن حمد المسري بالعرطي، والمركز الرابع برزمان لأحمد بن حسام غليطة، المركز الخامس هناك مشاهدي الأعزاء لأحمد بن سعيد بن منانة يتواجد في المركز الخامس. 8 دقائق و10 ثواني هو التوقيت الزمني. وتهانينا لمطر بن سعيد الرميثي على هذا الفوز والانتصار.